موفقين بإذن الله، إن شاء الله ربنا يكرمكم. تركيز وحماس وتنفيذ التعليمات أهم عنصر بإذن الله. كابتن يسرى، ربنا معاكم واحنا وراكم، وان شاء الله كلها ساعتين وان شاء الله نحتفل بيكم. حاسه بايه؟ حاسه ان انا عايزه انزل العب. توكلنا على الله، طريق للنجمه العاشره باذن الله. يا رب النصر لبنات الاهلي، يا رب نفرح بعد المباراه. مباراه مهمه، مباراه قويه في فاينل البطوله الافريقيه لكره الطايره سيدات بين النادي الاهلي ونادي قرطاج التونسي. سريعا نطير الى ملعب المباراه والتعليق للزميل اسامه ابو زينه، لك الكلمه. مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي، محدثكم أسامة أبو زينة يحييكم. ونهائي بطولة أفريقيا للسيدات بين فريقي النادي الأهلي وقرطاج التونسي. النادي الأهلي بيضم شروق فؤاد معدة الفريق وآية حمدي في مركز 2، فريدة العسقلاني ومريم متولي في مركز 3، ونهلة سامح كابتن الفريق وكاترين المحترفة في مركز 4، ليبرو الفريق مريم مصطفى. أما فريق قرطاج التونسي فبيضم اللاعبة قدامنا خلود جناني في مركز 4، معها طبعا الأوكرانية يوليا، وقدامنا عبير عثماني، معها اللاعبة الرقم 3 مروة بوغنامي، ومن مركز 2 لاعبة كبيرة السن وصاحبة الخبرة اللاعبة رقم 16 وكابتن فريق نادي قرطاج مريم بريك، لعبة متميزة بتلعب بإيديها الشمال وعندها مهارات جيدة جدا. مدير فني النادي الأهلي الكابتن حمدي الصافي، ياسر صلاح مدرب عام، أيمن فؤاد مدرب، رانيا عبد العزيز مخطط أحمال، شريان سامح
محلل تقني، محمد مجدي مدير اداري، ايهاب حسن اداري، ميران محمد طبيب، منه الله عادل علاج طبيعي. اما الجهاز الفني لفريق قرطاج التونسي فبيضم الايطالي ريالدو بونافيتا المدير الفني، وحسن حماد مدرب مساعد، وحيد غودي مدير اداري، فرح بوصفارة طبيب، وفراس مخطط احمد. ارسال في بداية المشوار مع قرطاج، كرة قوية بتشوطها آية، ودفنس بيطلع جيد من ليبرو وبترجع تاني الكرة فريد العسقلاني، وكرة قوية بتشوطها كاترين بنقطة من مركز 4 في مركز 5. برافو يا كاترين. واحد واحد. شروق ارسال مميز، ارسال قوي، خلود بتستقبل، كرة بتترفع، مريم بريك، وحائط صد بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب قدامنا. مروة ارسال استقبال، وكرة راجعة تاني وبترجع وبتطلع من يوليا، وكرة بتتحط سريعة، بتتحط في آخر الملعب، ولكن في خطأ من المعدة. اتنين الأهلي اتنين قرطاج، واضح اهو معدة صغيرة السن، غفران بن سلطان الأساسية طبعا، أمينة منصور، ولكن بيدفع بغفران متميزة. كاترين ارسال قوي واستقبال، واضح جدا استقبال يوليا الأوكرانية ضعيف، كرة بتنزل ما بينها وما بين فاطمة خطري، ونقطة مباشرة، 3 الأهلي 2 قرطاج. ارسال قوي، استقبال من يوريا اهو، كرة طالعة بعيدة عن الملعب بترجع تاني، بتحطها مريم بريك بريست ايديها، وكرة بترجع لآية، وآية بتسنس كرة جميلة، وفاطمة بتطلعها كرة، وحائط صد جيد جدا من آية حمدي وفريدة العسقلاني. 4 الأهلي 2 قرطاج في بداية الشوط الأول واللقاء. حائط صد جيد جدا من آية وفريدة. كاترين وإرسال قوي، فاطمة بتستقبل، ومريم بريك، ودفنس جيد جدا من كاترين، بترجع تاني الكورة وبتتحط كده اوت اوف سيستم، ولكن حاط الصد جيد، وتاني مريم، وبتحط كرة بريست ايديها في نص الملعب، مفيش تراي. 3 قرطاج 4 النادي الاهلي. اعتماد كلي وجزئي على مريم. مريم وارسال قوي، استقبال ونهله صاحبه الخبره، وبترجع تاني، وكره من 6، وبتتحط من مركز 6 في مركز 5. يوليا اهي ما بين 5 و6 كده، كره محطوطه صعبه، 4 الجميع، واستقبال من مريم، وكرة بتطلع خارج الملعب، ما تلحقهاش شروق. 5 قرطاج 4 النادي الأهلي. مريم بريك إرسال قوي واستقبال، وكرة بتترفع وما تلحقهاش، وبعيدة عن إيد فريدة العسقلاني. كانت طبعا أفلالها غفران وعبير عثماني بشكل جيد جدا، ولكن الكرة بعيدة عن إيديها، وكرة واستقبال، وكرة تانية من آية ومزنوقة، والحكم بيقول في لمس للشبكة من حائط الصد المكون من عبير وخلود. خمسة ارسال قوي من فريدة، وكرة تانية، وبتتحط بريست الايد،
وبترجع تاني، وخلود بتشوت كرة قوية، ولكن حاط الصد مريم متولي وآية حمدي متألق جدا. قافلين الشبكة بشكل جيد جدا آية تحديدا. وفريدة العسقلاني وإرسال واستقبال وكرة معدية وبترجع تاني بقوة من نهلة. برافو يا نهلة، 7 الأهلي 6 قرطاج في أول كرة. طبعا شايفين الاستقبال قرطاج مش قد المسؤولية وهو، وتلعب دي تالت كرة تتلعب على المحترفة، وآية بتشوت كرة قوية وحائط صد وبترجع تاني، و يعني فكرت تفكيرين كده. الكرة الأولانية اهي، وعبير رايحة طايرة وعايزة ترفعها سريع وعايزة ترفعها الآية. خلود وإرسال قوي واستقبال وبتترفع، وآية حمدي الشامي تحط الكرة برست الإيد وفاطمة بتجيبها، وقوية من المحترفة ولكن خارج الملعب. 8 الأهلي 7 قرطاج في بداية تقدم النادي الأهلي. واضح على الأوكرانية يوليا استقبالها مش بشكل جيد، وتحديدا لما بتبقى في مركز 6 لو اتلعب عليها الإرسال ما بين 6 و1 أعتقد إن هي لا تجيد الاستقبال فيه، وحصلت في كورتين. قدامنا الإيطالي إيرالدو بونافيتا مواليد 65، خد أحسن مدرب في السيريا A1 عام 98-99، كان ماسك بوستو أريستو وكان ماسك باليرمو وروما كان مساعد مدرب. عندنا طبعا من الخبرات جهاز النادي الأهلي 10 بطولات، إرسال قوي استقبال وكرة بتترفع وبتتحط من مركز 6 وحائط صد، ومريم برافو يا مريم، وكرة مزنوقة وبترجع تاني وبتترفع في مركز 4 وحائط صد قوي جدا من مريم متولي وآية حمدي الشامي. تسعة الأهلي 8 قرطاج 7 قرطاج عفوا، وكرة بترجع وبتترفع وبتتشط من نهلة بشكل جيد وبترجع تاني، وكرة بتتحط بشكل جيد جدا عبير عثماني. إرسال قوي من عبير واستقبال وكرة جاية كده معدية وخطأ في الإعداد. عبير استقبال وكرة برضه بترجع بإعداد مزنوقة وما تتصرفش فيها، ما فيهاش تصرف شروق، وبيبقى في فارق 3 نقاط. عبير عثماني سنتر بلوك قرطاج استقبال من كاترين وكرة جاية اوت اوف سيستم معدية سهلة جدا وبترجع تاني، واللج بتحطها بقوة مروة ولكن بترجع تاني، ويوليا وحائط صد جيد وكرة بتتبلس
من اللاعبة غفران معدة فريق قرطاج بشكل جيد غير متوقع. صغيرة سن عندها من الخبرات واستقبال وكرة بتترفع وقوية جدا من مريم متولي. برافو يا مريم. بحائط صد من مروة معرفتش تعمل لها اي حاجة. نهلة سامح كابتن فريق النادي الاهلي. ارسال قوي من نهلة. استقبال من الاوكرانية ضعيف. ومريم بتحط الكرة برست الايد. وآية يلا يا آية. وتفنس جيد وبترجع تاني تحط كرة. خلود جناني خارج الملعب. ابتدى الفارق يقل. نهلة سامح ارسال قوي. استقبال كرة بتترفع ولكن حائط الصد المتميز من مريم متولي. برافو يا مريم. نهلة سامح واستقبال تاني من الأوكرانية وكرة بتترفع وبتتشط بقوة وحائط صد وتفنس. والحكم التاني يعني كده ولكن مش عايزين نعترض على التحكيم نهائي. غفران ارسال قوي في الملعب خارج الملعب. الأهلي 13 قرطاج. ومريم وإرسالها المتميز. الكرة بترجع تاني وبتتحط سهلة. الكرة طبعا بتترفع في أربعة و بتشوطها كاترين. وابتدى يبقى في اعتراضات من بعض اللاعبات ولكن اللاين زمان قايل ان الكرة انسايد والحكم الاول مصمم ان الكرة اوت سايد. ترجع تاني الكرة سهلة. الكرة بتترفع وبتتشاط بقوة من خلود من مركز اربعة في مركز خمسة. حطها كده مسنساها اهي. يوليا المحترفة ارسال خارج الملعب. محتاجين شوية تركيز في ارسالاتنا. محتاجين نستقبل عشان يتعمل هجمة بشكل جيد. لسه في اضطراب داخل الملعب. وارسال من شروق خارج الملعب. واضح ثلاث نقاط اتكلم كابتن ياسر وكابتن حمدي الصافي المدير الفني على الاستقبال. محتاجين نركز علشان يتعمل هجمة بشكل جيد. الكرة دي طبعا قوية والكرة بتاعت كاترين اللي اتشاطت والحكم ويليام كينفا من الكاميرون قال ان هي اوت سايد. بصراحة عليها علامة استفهام. مش هنتكلم طبعا في التحكيم ولكن اللاينز مان هي اقرب للكرة بتبقى شايفة اذا كانت الكرة داخل الملعب او خارج الملعب. ساعة
16 قرطاج 13 الاهلي. ومروة على الارسال، ارسال قوي واستقبال، كرة بتطلع وآية وتفنس جيد وبتطلع تاني وبتحطها بليس مريم بريك، ترجع تاني الكورة وكرة بتترفع بيه كده برضو بتتسقط، كل الكور بتتحط تبات، ولكن آية بتشوت كورة قوية جدا من مركز 4 في مركز 6 ما بين ايد حائط الصد عبير ومريم. برافو عليك يا آية. 14 الاهلي 16 قرطاج. كاترين على الارسال، ارسال قوي، استقبال من المحترفه وكره بتتحط تاني بريست الايد وبترجع وبتحطها نهله بنفس الطريقه وبترجع تاني، وكره قويه بتتشاط من 4 في 4 ولكن ديفنس نهله متميز، وكره اقوى من كاترين من مركز 6 في مركز 1، وفي بعض الاعتراض ان هي داست على الخط. الكره دي اتعملت في اكتر من مباراه استعدادا للمباراه دي تحديدا، تلعب كاترين في وقت الزنقه في مركز 6 تضرب وتقدر تفتح مجال للهجوم، وكره قويه ولكن ما بتجيش في حائط الصد من خلود اهي. ولويس تشيجي من كينيا بتقول ما جاتش في ايد حائط الصد، الكره بتترفع وبتتحط تاني. ابتدى فريق قرطاج يبلس وابتدى يبقى فيه قوه، هو ده اللي هيجيب المكسب يا آية. الضرب الساحق هو اللي هيفتح مجال للفوز، مش اي حاجة تاني. فريق قرطاج طبعا بيعتمد على الكور البليسات والتبات اللي بتتحط بسوفت كده من فوق حائط الصد، ولكن النادي الاهلي ابتدى يضرب كور قوية جدا في الملعب. 17 الاهلي 16 قرطاج. لسه محتاجين شوية استقبال علشان السريع بتاعنا هو اللي بيفتح مجالات كبيرة جدا في الملعب. تقدم في وقت جيد جدا للنادي الاهلي. كاترين الاوكرانية يلا يا كاترين، ارسال قوي، استقبال اهو، وكرة بتترفع وكلود بتحط كرة وتفنس جيد، ترجع تاني ومريم بتشوت كرة قوية وتفنس اجمل، وبترجع تاني وبتتشاط كرة ولكن فيها تاتش في ايد حائط الصد اهي. 17 17. ونزلت المعدة أمينة منصور معدة الفريق الأساسية. إرسال قوي واستقبال لسه ما اتظبطش لغاية دلوقتي، لازم الاستقبال يتظبط، كلام كتير قوي هيتغير. وأمينة على الإرسال، وإرسال واستقبال وكرة بترجع وبتتشاط بقوة بكونتر أتاك من خلود، ونزل الكابتن حمدي الصافي ندى وليد في الديفنس. 19 قرطاج 17 الاهلي. أمينة منصور وارسال قوي، عشرين قرطاج 17 الاهلي.
تغيير بيجري كابتن حمدي الصافي، بيطلع نهلة وبينزل مكانها سارة أمين. بصراحة إرسال تكتيكي قوي، ولكن المرة دي في الشبكة. يلا يا فريدة إرسالك المتميز. 18 الأهلي 20 قرطاج، نقطتين سهلين ييجوا إن شاء الله. فريدة العسقلاني إرسال استقبال، وكورة بتترفع بيه وبتتشاط في حائط الصد ونقطة مباشرة. عبير عثماني لاعبة متميزة، وعلى الإرسال من خلود إرسال قوي واستقبال من سارة، الكرة بتترفع باك لآية وبترجع تاني. وشايف في استغلال ضرب من مركز ستة وبترجع تاني، بتحط الكرة برست إيديها مش قوية، ولكن أخرت الأوكرانية يوليا إيديها لغاية لما شافت البلوك وحاط الصد وراحت لعبة الكرة عليه. 22 قرطاج 18 الأهلي. معلش يا بنات لازم شوية تركيز، لازم يجمعوا بعضهم تاني، لسه بدري جدا، محتاجين خبرات لاعبتنا. عندنا آية، عندنا فريدة، عندنا مريم، عندنا لاعبات على مستوى عالي جدا، سواء اللي موجودين جوه ولا اللي موجودين خارج الملعب، يقدروا يعملوا الفارق ان شاء الله. كم كرة لاستقبال، هم اللي هزوا شوية الملعب. ارسال قوي واستقبال من سارة، الكرة بتترفع تتحط من ستة قوية من كاترين، وبترفع كرة عبير خاطئة. ابتدى يبقى فيه استغلال اهو في وقت مهم جدا. كاترين ده اللي اتكلمنا عليه من بداية البطولة، واستقبال وكرة بتترفع، ويوليا بتشوط كرة قوية في ايد حائط الصد شروق وخارج الملعب. 23 قرطاج 19 النادي الاهلي. عبير عثماني على الارسال، ارسال قوي واستقبال من كاترين جيد جدا، واول كرة سريعة بتترفع وبتتشاط وتفنس، وامينة منصور بتغلط تقيلة قوي في الحركة. أمينة منصور. 20 الأهلي 23 قرطاج، إرسال سارة المتميز في وقت قاتل جدا، لعبة إرسال على الأوكرانية يوليا والليبرو فاطمة وما تعرفش تعمل لها أي حاجة. تغييرة طبعا بيجريها الكابتن حمدي الصافي، بينزل مروة على الإرسال على الشبكة عفوا مكان شروق عشان حائط الصد في الكرة دي مهم جدا. إرسال قوي استقبال من فاطمة، والكرة بتترفع، وكرة يوليا بتشوطها في إيد مروة. التغييرة دي معمولة عشان حائط الصد بيقوي بيها الشبكة أهو، بيحطها مريم فتحة ايديها قوي في البلوك دي تاني كورة. 24 قرطاج 21 الاهلي. بيرجع التغييرة تاني شروق فؤاد مكان مروة مجدي، وغفران على الارسال نزلت مكان امينة منصور. ارسال قوي واستقبال وكرة بتترفع، ومريم بدبل بلوك وبترجع تاني لكاترين، وكرة أقوى وبترجع ديفنس من فاطمة،
وكرة من ستة بتتحط من خلود جناني في مركز خمسة لتنهي الشوط الأول 25 قرطاج 21 الأهلي. شوط مفيش فيه أي مشكلة، ولكن لازم نلم استقبالنا. شايف جماهير ومشجعي النادي الأهلي بيحاولوا يأزروا فرقتهم. بيتكلم طبعا الكابتن حمدي الصافي اكيد عن اول كوره اللي هي الاستقبال، لازم تطلع بشكل جيد. لو طلعت الكوره الاولانيه بشكل جيد اعتقد ان هو هيقدر يعمل هجمات خطيره جدا على فريق قرطاج. فريق قرطاج بيستعين باللاعبه خلود جناني واللاعبه الاوكرانيه من مركز سته وماريم بريك طبعا بتضرب بشكل جيد جدا من مركز اتنين، ولكن مش بقوة، بتحط كور كده سوفت بريست الايد عشان شولة وصعب انها تتمسك من فوق خط الصد ومن يمين ومن شمال بعض اللاعبات الموجودات في خط الصد. ده محتاج تأخير شوية في حائط الصد، ومحتاج ان يبقى فيه كفر بشكل جيد جدا يقدر يطلع الكور دي علشان يتعمل منها هجمة سريعة. شفنا في المباريات السابقة وتحديدا في مباراة الأنابيب النادي الأهلي استقباله كان منظم جدا، ابتدى يتعمل هجمات من نص الملعب كانت خطيرة جدا من مريم متولي وفريدة العسقلية. لازم نلعب بنفس السيستم علشان نقدر نفتح ونعمل خلل في هجوم قرطاج. قدامنا طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، استاذ اعضاء مجلس الاداره. كلنا طبعا امال بدايه الشوط الثاني، يا رب التوفيق باذن الله يبقى حليف للاعبتنا. نثبت تشكيله ريالدو بونافيتا، وفي طبعا تغيير بسيط كده في النادي الاهلي. بدايه شروف فؤاد، ارسال قوي، استقبال من فاطمه، والكره بتترفع سريعه وبتتشط بقوه بدون حائط صد ولا مساعده. واحد قرطاج لا شيء، كره مرفوعه سريعه وكره استقبال وكره بتترفع قويه. يلا يا فريده، فريدة المتميزة، استقبال ابتدى يتظبط اهو. واحد واحد، كاترين على الارسال، ارسال قوي واستقبال وكرة بتترفع، ومريم بريك بتحط كورة جميلة بريست ايديها من مركز اتنين في مركز اتنين، حائط الصد
فاتح قوي على الأنتنة من سارة أمين. العصا الهوائية لازم تدخل شوية جوه. مريم بريك ارسال قوي استقبال، الكرة بتيجي كده سهلة وبترجع تاني، وان ليج قوية، ولكن ده اللي أنا بتكلم عليه، حائط صد بشكل جيد جدا. بعيدة قوي الكرة، ارسال قوي، الكرة بتترفع وبتتشاط، حائط الصد فيه مشكلة كبيرة، محتاج يأخر وما يطلعش بدري علشان الكلام ده عليه علامات استفهام كتيرة قوي. ارسال خارج الملعب، يلا يا بنات شوية تركيز علشان نقدر نعمل فارق. الكرة بتتبلس ولكن خارج الملعب كويس، بالرغم من الاستقبال كان بشكل جيد طالع. في استعجال واستقبال اهو، الأوكرانية بإرسال جيد. عملت فارق، 5 الأهلي 3 قرطاج. وإرسال آية متميز، الكورة بتترفع وبتتحط في سباية كده، ولكن حكم اللقاء ويليام الكاميروني بيقول لمست الأرض من فوق حائط الصد. عبير على الإرسال، إرسال قوي استقبال، وكرة بتتشاط قوية من مريم، قافلين كويس جدا على مريم، وكرة أقوى من سارة ولكن حائط صد جيد، وتاني سارة وحائط صد برضه، وندى بتطلع ديفنس هايل، وكرة قوية جدا بتشوطها آية، بتيجي في نت الشبكة وبتنزل بدون تغطية دفاعية. قافلين قلب الملعب بشكل جيد جدا في حائط الصد، سارة واستقبال، الكرة بترجع وحائط صد من غفران، وكرة وان ليج قوية بتتشاط وتفنس أجمل من ندى، برافو يا ندى، بتترفع في 4 وبتتشاط قوية، ولكن كاترين حائط صد بشكل جيد جدا، برافو يا كاترين. 7 الأهلي 4 قرطاج. مريم متولي، برافو يا مريم، محتاجة توصل كمان، وإرسال بنقطة مباشرة، ضغط الإرسال هو اللي هيفتح مجال للعب. الشوط الأولاني طبعا آية شاطت 11 كورة، 7 صعبين و2 جم بنقطة مباشرة، واحدة طبعا جت في البلوك. مريم متولي شاطت 3 كور، 2 خلصوا وواحدة ضاعت، نسبتها طبعا مش هنقدر نتكلم عليها علشان الاستقبال ما كانش منظم، ما كانش فيه كور نقدر نحاسب حد عليها. فيرست باص اهم حاجة ان الكرة تطلع مظبوطة عشان يتعمل منها هجمة. شايفين ضغط ارسال النادي الاهلي في الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاول، والاستقبال طبعا منظم بشكل كبير جدا عن الشوط الاول. جماهير مكتظة في الصالة بيحاولوا ان هم يشجعوا بقوة فرقتهم، وباين تشجيعهم عامل فارق اهو. استقبال، كرة بتترفع وبتتضرب، كرة بتتحط كده يعني اي كلام،
ولكن نزلت بنقطة. بتأخر شوية الأوكرانية ليليا لغاية لما تشوف إيد حائط الصد، كرة قوية من كاترين في الملعب بعكس كاترين تماما. كاترين لاعبة بتضرب وعندها خبرات أعلى منها. زواياها في الضرب وأماكن ضربها يدل على إنها عندها خبرة. ترجع تاني تحط كرة وتفنس، وغصان بترفع، ومريم بتحط كرة بليس، وبترجع تاني وحائط صد وكرة ديفنس بتعدي وآية وكرة خارج الملعب. قافلين قلب الملعب لآية وسايبين حتة كده للديفنس يعمل فيه ديفنس. ارسال خارج الملعب، عندها أخطاء شخصية عديدة. يوليا بعكس كاترين، ارسال قوي، الكرة بتترفع وبتتحط بقوة، ولكن ندى بصراحة طلعت كذا كرة صعبين قوي محطوطة. شايفين بقوة ازاي من مريم. مريم لو لقيت مكان مفتوح في الملعب ما بين ايد حائط الصد بتشوطها بقوة جدا. كرة بتعدي سهلة، ترجع تاني ومريم بتسقطها، ابتدت تاخد بالها من الكور اللي متسقطة دي. كرة قوية وحائط صد، بترجع تاني وصعبة، وبرضو بيحاولوا عليها في استقفال على الكور دي بشكل غير طبيعي. ديفنس عندهم فعلا ديفنس جيد، وكرة بتشوطها آية بشكل جيد جدا. برافو يا آية. بقيت حاط الصد، ولكن الرالي لما بيبقى كورتين ثلاثة أربع كور زي ما شفنا المرة اللي فاتت دي بتدي لازم صلابة، لازم يبقى فيه ضغط عشان يبقى فيه مكسب، مش هيجي بالسهل أبدا بدون تعب وبدون مجهود. كاترين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال، كرة بتترفع، بتتشط وبتتضرب بقوة خارج الملعب، ولكن في اعتراض. حسبت انسايد ويليام، ويليام كينفا الكاميروني، محطوطة في مكان انا مش عارف هو ازاي شافها ان هي انسايد، ولكن هو اهو في طبعا اعتراض من هنا وهنا. طبعا مريم بريك كابتن الفرقة هي اللي ليها ان هي تتكلم مع الحكم. قراراته متسرعة ممكن، ولكن اتحسبت الكرة للنادي الاهلي. 12 الاهلي 7 قرطاج. اعتقد طبعا بعد
الكرة دي هيبقى الفارق 5 نقاط. ارسال قوي من كاترين واستقبال، كرة بتترفع، مريم بتشوط كرة قوية ولكن حاط الصد. سارة أمين متميزة. 13 الأهلي 7 قرطاج. ارسال قوي من كاترين واستقبال، وده اللي احنا اتكلمنا عليه. الاوكرانيه يوليا فيرونا وهي بتستقبل بشكل صعب جدا، مضيعه لغايه دلوقتي 5 كور استقبالات صريحه عليها. 14 الاهلي 7 قرطاج. وتايم اوت بيجريه ريالدو بونافيتا، وشايفين في مجهود طيب جدا من لاعبات الاهلي. ابتدى يبقى في تركيز واضح في الاستقبال وفي الارسال، فتح مجال لحاجات كتيره قوي تتعمل داخل الملعب. كاترين على الارسال، ارسال قوي. استقبال من خلود المرة دي ولكن خارج الملعب. كاترين على الارسال، ارسال قوي استقبال، وكره بتترفع سريعه بتتشاط، ولكن ندى برافو يا ندى بترجع تاني. الكوره بتترفع وبتتحط بريست الايد، بتجيبها ساره، وايه المتالقه بتحط كوره بريست ايديها بشكل جيد جدا من مركز 2 في مركز 5 بعيد عن حائط الصد والديفنس. برافو عليك يا ايه، قدرت تعمل فارق دلوقتي بشكل جيد. 15 الاهلي 7 قرطاج. تنزل لعيبه رقم 13 سيرين براوي. كاترين ارسال استقبال، وكره بتترفع وبتتشط بقوه وخارج الملعب. كده طبعا لما بقى في ضغط واضح من قبل النادي الاهلي، قرطاج فكت شويه وابتدى اللعب خلود. عايزه تحط كره بريست الايد من 4-1 كده، ولكن بتخونها وتطلع خارج الملعب. 16 الاهلي 7 قرطاج. تاني تكنيكال تايم اوت الشوط الثاني. المقصورة الرئيسية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جاي طبعا بيأزر فرقته للبطولة الناجحة اللي بينظمها النادي الأهلي. فعلا ظهرت بمظهر وشكل مشرف جدا للنادي الاهلي كما عودنا من قبل تنظيم البطولات الافريقيه والعالميه بشكل جيد. ارسال استقبال، وكره بتترفع وبتتحط تاني سهله، وبترجع تاني وبتترفع من مركز 6 وبتتضرب بقوه من مركز 6 في مركز 6 من كاترين. برافو يا كاترين. ابتدى يبقى في ضرب من مركز 6 بشكل جميل جدا. كاترين وارسال قوي واستقبال، الكره بتترفع
ومريم بتشوط كوره ولكن حاطط الصد بيرجع تاني تحط كوره كده برست ايديها سيرين بترجع تاني الكوره وبتفنس وبرده ما زالت مريم بتحاول كوره بليز وبتترفع تاني وساره بتحط الكوره برست ايديها وتفنس جيد جدا ومريم بتشوط كوره قويه حائط صد وتفنس جيد وايه وفي خطا وفي اعتراض انا مش عارف الايطالي ريالدو بيعترض كتير ليه بتنزل ساره مؤمن وبيريح لعبته وبتنزل امينه منصور وبيطلع مريم بريك عمل تغييره بيقوي بيها الهجوم داخل الشبكه بمعده في الخط الخلفي وامينه ما تنسوش عملت فارق في الشوط الاول في نهايته بارسالتها ارسال قوي استقبال الكره بترجع ترجع سهله تتجاب ديفنس تترفع تتحط كده في نص الملعب وبترجع تاني وايه المتميزه ولكن حائط صد منظم نقطة مهمة جدا فريدة العسقلاني ارسال ارسال قوي استقبال من فاطمة الكرة بترجع بترفع من مركز 26 بتحطها برست الايد بتطلعها شروق وآية بتحط كورة جميلة بترفع تاني بتتشاط ولكن خارج الملعب عدم التزام خططي داخل ملعب قرطاج الشوط الثاني واضح جدا من خلال ضغط لاعبات النادي الاهلي عليهم عن طريق الارسال عن طريق حائط الصد استقبال والكره بتترفع تتشاط بريست الايد كده من نور الهدى عثماني اللي نزلت استقبال وكرة بترجع تاني الكرة من سارة قوية وتفنس ولكن الحكم لويس تيجي من كينيا بتقول كرة فيها لمس السباك واضح آية ارسال قوي خارج الملعب اتناشر قرطاج عشرين النادي الاهلي طبعا لم لعبته بيحاول يدفع بيهم الشوط الجاي كوره قويه من مريم متولي برافو يا مريم بتشوطها من مركز ثلاثه في نص الملعب من جنب ايد حائط الصد مروه ما تعملهاش اي حاجه. وارسال واستقبال وكره قويه وبتتشاط وحائط صد جيد وتفنس ترجع تاني بولج قويه جدا من مريم متولي بتشوط الكوره من مركز كتير في نص الملعب. برافو يا مريم. اوت بيجري المدير الفني ايرالدو بونافيتا
بيحاول يتكلم مع لاعبيه. بعد ما شفنا ضعف مهارة الاستقبال عند قرطاج، شايفين الجمهور طبعا كله والصالة كلها جاية تآزر فرقتهم، وتاني إرسال بيضيع. المفروض يبقى فيه تركيز فيه شوية. الإرسال الأولاني كان من آية والتاني من سارة. عمل نفس التغييرة، رجع الضارب بالمعد والمعد بالضارب علشان يقوي الشبكة. عنده بضاربين، استقبال من سارة وكورة تتشاط، كورة قوية من آية ترجع تاني بتفنس، تتحط بريست الإيد وندى، برافو يا ندى، وكورة قوية جدا من كاترين وبترجع، وكرة تانية وتفنس، ورالي ثلاث كور رايحة جاية في الملعب بتدي طبعا، وكرة أقوى ولكن في اتحاط الصد وخارج الملعب من مريم بريك. لعيبة كبيرة السن وعندها من الخبرات. إصران سال في الشبكة، ثلاثة وعشرين الأهلي، 14 قرطاج. مريم متولي على الإرسال، إرسال قوي، ثلاث بنات ورا بعض بيلعبوا إرسال خارج الملعب. لازم يبقى فيه تركيز، تأمن أول إرسال وبعد كده تتقل بيه تاني ارسال، مفيش مشكلة بس ما نضيعش ارسالات كتير كده. ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع لاية في واحد، بتتحط بريست الايد والتنس جيد، ترجع تاني، كورة بترجع وبتترفع وبتتشط بقوة في اسحاط الصد وخارج الملعب. ديفنس قرطاج بيحاول على كل كورة، شايفين حائط صد جيد وشايفين تركيز، ولكن نقطة تفصلنا عن الشوط الثاني. 24 الأهلي، 15 قرطاج، وكرة بتترفع قوية خارج الملعب. 25 النادي الأهلي، 15 قرطاج. الشوط طبعا واضح فيه الغلبة للنادي الأهلي، وأخطاء كثيرة جدا من قرطاج بسبب ضغط النادي الاهلي عليهم بارسالاتهم وحائط الصد والضرب بقوه. لاعبات النادي الاهلي تميزهم في كور كتيره قوي اتعملت. شايف ايه الشوط الثاني اشتغلت بشكل اكتر بكتير من الشوط الاولاني. شايف استقبال الفرقه، 10 كور خلصت 3 كور، حطت 4 صعبين. طبعا الكور الصعبة دي بالإحصائيات بترجع، طبيعي جدا ان هي ترجع سهلة للفريق مرة تانية، ما بيتعملش منها هجمة بقوة. متولي 4 كور خلصت 2 و2 في ايد البلوك. مشهد اكثر من رائع، نجوم
بيحبوا النادي الاهلي في كل مكان جايين علشان يشجعوا ويأزروا فرقتهم للوصول الى بطوله افريقيا ان شاء الله. فرقه قويه، فرقه قرطاج بدا فيها الشوط الثاني المعد في مركز سته. كاترين الشوط الثاني عامله شغل جميل جدا، شايطه 7 كور، 3 خلصوا و4 بشكل صعب. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم مجتمعين، كابتن السيد عبد الحفيظ وكل الاعضاء جايين علشان ان شاء الله يتوج النادي الاهلي بطلا لبطوله افريقيا كما عودنا من بطولات فريق الكره الطائره للسيدات للنادي الاهلي. عودنا بالنجاحات. نكمل شوط ثالث ان شاء الله على بركة الله يبقى فيه خير. بداية الشوط الثالث من نهائي بطولة افريقيا للسيدات ما بين النادي الاهلي المصري ونادي قرطاج التونسي، وابتدى بالمعدة أمينة منصور من بداية الشوط الثالث وطلع غفران بن سلطان. إرسال قوي، استقبال، كرة بتترفع وكاترين وحائط صدر وتفنت أجمل من آية. كرة بتترفع صعبة جدا لآية وكرة تانية بتترفع قوية بتتشاط. لكن فيها اعتراض، ولكن هي خارج الملعب. واحد الاهلي لا شيء قرطاج، وكره قويه واستقبال من شروق. اثنين الاهلي لا شيء قرطاج. شروق على ارسال، ارسال قوي واستقبال، كرة بتترفع بيه وبتتشاط، والفنت جيد جدا من ندى وآية المتميزة، والفنت أجمل. بترجع تاني الكورة، خط سهلة، يلا يا فريدة، وديفنس قوي جدا، وكورة من هنا ومن هنا، وتالت كورة، ومريم بريك بتحط الكورة برست ايديها، وحائط صد قوي جدا، ولكن كاترين المتألقة اللي عاملة نتيجة جيدة جدا في الشوط الثاني بتحط كرة من 4 في 5 ما بين 5 ل6 كده، محطوطة بشكل ممتاز. 3 الأهلي لا شيء قرطاج. شروق فؤاد على الإرسال، فاطمة بتستقبل، كرة بتترفع وخلود، وحائط صد من كاترين وفريدة العسقلاني بشكل أكثر من رائع. بتنزل الكرة وشايف مجهود طيب جدا من فاطمة خطري اهي قدامنا، ولكن الكرة سريعة قوي في حائط صد قوي، ارسال قوي، استقبال، ترجع تاني الكرة، وخلود بترجعها كده بوكس اي حاجة، بتيجي في ايد حائط الصد وبتنزل في الملعب اهي، مش متوقعة من كتر. خلود جناني على الإرسال، 1 قرطاج 4 الأهلي، إرسال قوي، استقبال من ندى، ترجع تاني، وآية بتعزم وبتشوط كرة قوية وغريبة قوي. ويليام
كينفا الكاميروني قال ما جاتش في ايد حاطط صد. هو اكيد شايف حاجه احنا مش شايفينها. خلود وخارج الملعب. خمسه النادي الاهلي، اثنين نادي قرطاج. كاترين على الارسال. ارسال قوي من كاترين خارج الملعب. ابتدى يبقى من هنا وهناك ضياع للارسالات، محتاج شويه تركيز. اللي بيعمل الفارق شفناه في الشوط الثاني الارسال. مروه ارسال قوي خارج الملعب برضه. سته الاهلي ثلاثه قرطاج. فريده وارسال واستقبال بشكل جيد. الكوره جايه من مركز سته بتحطها خلود في الشبكه، واعتقد هيجري تغيير ريالدو، ولكن استقبال الكوره اصلا اهو بينزل كريم براوي وبتطلع خلود جناني. فريده استقبال قوي، المشكله عنده هو شايفها في الضارب، ولكن المشكله عنده في الاستقبال. الاوكرانيه يوليا استقبالها سيء جدا، وشايفين النادي الاهلي ضاغط بشكل اكثر من ممتاز. رائع فريده العسقلاني، رائعه تلعب ارسال بشكل جيد على يوليا. فيرونا الاوكرانيه لعيبه مهاره الاستقبال عندها ضعيفه جدا، ولكن متميزه في حائط الصد الى حد ما، والضرب بواقع ان هي طويله ولكن مش مفيده زي كاترين. اوكرانيه زيها في النادي الاهلي، ولكن عندها مميزات كثيره كاترين بصراحه عنها. فريده العسقلاني ارسال، لعبه وسترين بتستقبل المره دي علشان الملعب عندها كبير قوي. وسترين اصلا كانت بتلعب في مركز اتنين، ما كانتش بتلعب في مركز اربعه قبل كده. ارسال قوي واستقبال وكره ضايعه من شيرين. ابتدت يوليا تفتح كده شويه وتسيب لها الملعب. ملعب كبير قوي ويستقبله اتنين لعيبه، ولكن ضغط فريده العسقلاني متميز في مهاره الارسال، هو اللي فاتح المجال. استقبال وكره بتترفع ترجع تاني، وبريست الايد من مريم من سته. الكره بتتحط ترجع تاني، ومريم بتشوط كوره وتفنش بيرجع. وايه المتالقه، ولكن حاط الصد المكون من يوليا وعبير، خدوا الكرة قافلين قلب الملعب بشكل جيد جدا. مريم بريك ارسال قوي استقبال، الكرة بتترفع وبتتشاط. لوب جميل جدا من مريم متولي في اخر الملعب. طبعا رجع خلود جناني مكان سيرين علشان الاستقبال. الكرة بتترفع واللج قوية من عبير بتحطها من مركز اتنين في مركز خمسة. لاعبة متميزة لعبت في مستوى
عالي بصراحة، إرسال قوي، استقبال وكرة بتترفع سريعة، ولكن مريم متولي المتألقة بتشوط كرة قوية جدا من جنب إيد مروة، ونقطة مباشرة 12 الأهلي 5 قرطاج. سارة أمين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال، ابتدى الاستقبال يظهر بشكل سيء جدا في قرطاج، بتترفع كرة قوية من كاترين، بترجع تاني وخلود بتشوط كرة بقوة في إيد حاطط صد وخارج الملعب. مش لحقاها مريم، حاطة إيديها ورا إيد شروق كده بتحاول الكور دي تجيبها، بإرسال قوي وبترجع تاني، الكرة بتتحط تاني، ولكن ديفنس 7 قرطاج 12 الأهلي. تايم أوت بيجريك كابتن حمدي الصافي المدير الفني في فريق النادي الأهلي. الدورتين اللي فاتوا دولت ما بين استقبال وإيقاع الصد، بصراحة اللي بيستقبل بشكل جيد بيعمل هجمة وبيقدر إن هو يخلص الكورة بشكل ممتاز. إريا طبعاً معاه جهاز معاون إيطالي، ولكن عندنا في النادي الأهلي جهاز من أقوى أجهزة. كابتن حمدي الصافي، كابتن يوسف صلاح، أيمن فؤاد، شريهان سامح، كل دول جهاز فني ومعاون ومحلل للمباريات من بداية البطولة. إرسال قوي، استقبال، ابتدى يبقى فيه كورتين كده في الاستقبال مش مظبوطين، وإرسال عبير بصراحة، إرسال تكتيكي، حط الثاني الكورة، إشارة، الكورة بتترفع، وكاترين بتشوف كورة قوية جدا، ولكن ديفنس يوليا مش قد المستوى، عشان لعبة طويلة الألعاب الأرضية عندها فيها مشكلة. برافو يا كاترين، واستقبال وكورة بتتحط، ولكن بليس ترجع كورة تاني سهلة وتترفع وتتحط الكورة بريست الإيد، ترجع تاني والكورة بتتسقط، ومريم بريك بتحط كورة من مركز واحد، وآية الكورة بتتحط قوية جدا بتشوطها آية داخلة كده من الخطوط الخلفية اهي ما بين 1 و6، بتحطها ما بين 5 و6 بقوة. برافو يا آية. فاطمة ما تقدرش تعمل لها حاجة، وكرة تانية من استقبال وكونتر اتاك بتترفع وبتعدي بريست الايد، وتاني كاترين وفنس وخلود بتشوط كرة قوية ولكن خارج الملعب، بتوسع الفارق 15 الاهلي 8 قرطاج. مريم متولي خارج الملعب، تسعة قرطاج 15 الأهلي. أمينة منصور، إرسال قوي واستقبال، وكورة بتتحط من مركز واحد وبتتضرب في مركز 6 من آية حمدي، و16 الأهلي 9 قرطاج، وتاني تكنيكال تايم اوت في الشوط الثالث من عمر لقاء النادي
الأهلي وقرطاج في نهائي بطولة أفريقيا. قدامنا طبعا في تشجيع قوي جدا من نجوم ومحبي النادي الأهلي. ظهر طبعا تفكك فريق قرطاج بسبب عدم جاهزية اللاعبة يوليا في الاستقبال. ارسال قوي من شروق، استقبال من خلود، كرة بتترفع، مارين بريك وحائط صد قوي ما يتعملش منه ديفنس من آية وفريدة. جميل جدا، شايفين طبعا كل بيحاول يشجع بقوة، وقوع كده خفيف من فريدة. شايفين طبعا طبيبة بتحاول تعالج، وتايم اوت طبعا بيجري ايريالدو. برافو عليك يا آية، آية متميزة بصراحة في الشوط الثاني والثالث بشكل جيد جدا. إرسال قوي من شروق، استقبال، كرة طبعا مش واصلة، كرة بتتحط من مريم، والثاني حائط صد بشكل جيد جدا ما بين آية وفريدة العسقلاني. 18 الأهلي 9 قرطاج. شروق فؤاد واستقبال يوريا خاطئ جدا، غريبة جدا. بونافيتا المدير الفني الإيطالي مش قادر يشوف أخطاء الاستقبال، معاه طبعا جهاز تحليلي ومعاه مدربين على أعلى مستوى، ولكن ارسال قوي، استقبال، وكرة بتتحط بترجع تاني. 10 قرطاج 19 النادي الاهلي. خلود جناني على الارسال، ارسال قوي، استقبال، وكرة بتترفع، وآية وتفنت كده بتحاول عليه فاطمة ترجع تاني. في اعتراض بيقول لك من خارج العصا، كرة رجعت من خارج العصا الهوائية. 20 النادي الأهلي 10 قرطاج. إرسال مع كاترين، إرسالها مميز، إرسال قوي، استقبال من فاطمة، كرة بترجع وبتتحط كده بريست الايد من الثبات بدون جامب من خلود. وسارة المتميزة بريست ايديها الجيد بتحط كورة اكثر من رائعة من مركز 4 بنقطة اهي مباشرة، ما تقدرش تعمل لها حاجة. امينة منصور طبعا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن منى عبد الكريم موجودة بتشجع اللاعبات داخل الصالة. بونافيتا ابتدى يتنرفز من مهارة استقبال وتفنس اللاعبات، اتكلم فيها بشكل صريح واضح.
21 النادي الأهلي 10 نادي قرطاج. كاترين على الإرسال، إرسال قوي، استقبال من فاطمة، كرة بتترفع، مريم بريك بتحط كرة قوية من مركز 2 في مركز 5. عندهم خطورة لما الكرة الاستقبال بالزبط يبقى فيه خطورة. مروة واستقبال وكرة قوية سريعة من اللاعبة فريدة عسقلاني. من جنب ايد حائط الصد، 22 الاهلي 11 قرطاج. ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع وبتتحط سريعة من عبير، بترجع تاني وبتنزل بريست ايديها سارة امين المتميزة في خط الصد وخارج الملعب. برافو يا سارة. ثلاثة وعشرين الاهلي 11 قرطاج. ارسال قوي واستقبال، كرة بتترفع تتشد بقوة وحائط صد اكثر من رائع من مريم متولي وآية حمدي، وكرة بتنزل في اخر الملعب. برافو يا آية. فريدة العسقلية ارسال قوي وكرة بترجع بسهولة، هيتعمل منها هجمة قوية. يلا يا مريم، يلا يا آية، وآية بتشوت كورة سنتر من قدام. شروق طلعت من ورا مريم متولي ما تشوفهاش حاطط صد وتنهي الشوط الثالث 25-11. كورة قوية جدا، برافو يا آية. شايفين التشجيع بقوة قد ايه صح الفرقة وخلاهم يدخلوا تاني في المباراة بعد شوط انتهى لصالح قرطاج 25-11 الشوط الأول. رجعت الفرقة تاني بشوط تاني بشكل تاني 25-15 25-11. بنات الأهلي لا بديل عن الفوز، شكل جيد جدا. سبع كور لآية، ثلاثة خلصوا بشكل جيد، اثنين صعبين جدا واثنين في ايد البلوك. متولي ثلاث كور، اثنين خلصوا وواحدة جت صعبة نسبتها هايلة. مريم وآية بصراحة عاملين شغل رائع جدا. شايفين محبي ومشجعي النادي الأهلي بيحاولوا ان هم يؤذروا فرقتهم بكل قوة. كاترين المتألقة شاطت خمس كور، ثلاثة خلصوا واثنين صعبين جم سهلين بكونتر أتاك، مجهود طيب جدا. كاترين مختلفة كل الاختلاف عن يوليا الأوكرانية، ما بتخلصش كور كتير. يعني أنا شايف في الشوط الثالث مخلصة كورتين بس، بعكس كاترين مخلصة كور كتير، مضيعة أكتر من ست أو سبع كور إرسالات باستقبال خاطئ سواء بنقطة مباشرة أو
بكرة بعيدة عن ايد المعدة. فريدة ثلاث كور خلصت اثنين وواحدة كانت صعبة بصراحة. مجهود طيب جدا. شفنا سارة امين خلصت ثلاث كور بشكل جيد جدا مرفوعين، حطاهم لإما بريست ايديها لإما في ايد حاط الصد وعلى خارج الملعب. بعض النسب والإحصائيات اللي موجودة، بداية الشوط الرابع من عمر اللقاء النادي الاهلي وقرطاج، وارسال قوي من اللاعبه شروق، وكره بتترفع وبتتحط تبايه كده وبترجع تاني، وبايه بتسقط كوره وبترجع وبتترفع، ومريم بريك بتحط كوره قويه وساره امين وتفنس وكره ولا اقوى من ايه. ولكن طبعا شايف فريده بتقول لها خلي بالك لندى هتحط كوره بريست الايد كده تب من فوق حائط الصد او مشاطه بشكل بسيط، كوره بتترفع وخلود بتشوط كوره من سته بتيجي في الديفنس شروق واحد واحد. مروة بوغنامي على الإرسال، إرسال في الشبكة. كاترين على الإرسال، طبعا هتلعب عليها طبعا يوليا، والمرة دي لعبت على كلود. إرسال قوي، برافو يا كاترين. ثلاثة النادي الأهلي واحد قرطاج. كاترين وإرسال قوي، استقبال من خلود وكرة بتترفع وبترجع تاني، وفي اعتراض إن فريدة عدت إيديها للشبكة وشاطت الكورة وكانت لسه غفران بترفع. طبعا من حق شروق هي اللي تتكلم، كابتن الفريق هو اللي يتكلم مع الحكم. ولكن ويليام الكاميروني اهي الكرة اللي فاتت، مريم بريك ارسال قوي، استقبال من ندى، الكرة بترجع تاني تتحط بريست الايد وبترجع الكرة تترفع، ويوليا بتشوت كرة قوية وتفلس تاني وبترجع تاني ليوريا وتحط الكرة، ولكن ندى متميزة جدا في الديفنس وكرة قوية جدا بتشوتها كاترين من مركز ستة، وابتدت يبقى فيه بلسات كتير كده من فريق قرطاج. حاط الصد قافل بشكل جيد، ويوريا طلعت كرة قوية وبترجع بكرة كونتر اتاك بتحطها عبير عثماني، ولكن ويليام كينفا الكاميروني قال ان هي لمست الشبكه. هي طبعا معترضه بتقول الكره هي اللي لمست الشبكه، ولكن حكمه صائب زي الكره اللي قبليها. فريده العسقلاني استقبال، الكره بتعدي ترجع تاني وبترجع بقوه وبتشوت. مريم متولي كره قويه جدا. خمسه النادي الاهلي اثنين قرطاج. فريده العسقلاني ارسال قوي، استقبال، كره بتترفع وبتتحط وبترجع تاني سهله، بترفع الكره لايه وحاط صد قوي جدا، ولكن بتيجي في ايد حاط الصد وجوه الملعب بنقطه مباشره.
6 النادي الاهلي، 2 قرطاجة التونسي. وتايم اوت بيجريه بونافيتا الايطالي، بيحاول يهدي من روعة وضغط ارسالات النادي الاهلي. طبعا ظاهر جدا مستوى الاستقبال هزيل في بعض الاوقات من المحترفة، وفي تنفيذ خططي جيد جدا من لاعبات الاهلي على مهارة الارسال والضغط على اللاعبات. ده طبعا يحسب للجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبات. رضا العسقلاني ارسال قوي، استقبال زي ما احنا شايفين، كرة بتترفع تاني، بترجع تاني، الكرة سهلة، بتجيبها آية، بتحطها، ولكن بنقطة عليت منها شوية، معلش اهي. ما فيش مشكلة، يوري على الارسال، ارسال استقبال، وكرة بتعدي، بترجع تاني، وكرة وان ليج، وبتتحط بليز يعني من خلف حائط الصد. غفران لعبتها لها بشكل اكتر من رائع. يوريا استقبال، وكرة بتتحط بقوة، ولكن ديفنس جيد، وبتتحط كرة تانية. ابتدى يبقى فيه بقى بلسات وتبات كده من اعلى نقطة بتتحط، او الكرة بتتزق في نص الملعب اهو واضح. ما بقاش فيه زي ما شفنا في ماتش الانابيب والاهلي بيسحبوا الفريق بنفس طريقة اللعب العشوائية. محتاجة حركة شوية، ومحتاجة تركيز شوية، واستقبال، وكرة، وآية، وكرة قوية جدا، برافو يا آية، برافو يا آية، أهي حطت بقوة بعيد عن إيد حائط الصد، والديفنس ملحقهاش. رنا الجهري تغييرا من الكابتن حمدي الصافي، رنا مكان آية، ارسالها مميز، وايضا بيريحها، ارسال قوي، استقبال، كرة بتترفع، تتحط المركز واحد، مارين بريك بتشوط المرة دي، والكرة بترجع تاني، رجعة سهلة، بتجيبها فاطمة، تتحط وان ليج، تتشاط بقوة، تتحط الصد في خارج الملعب. عبير عثماني لعيبة متميزة بصراحة في مركز ثلاثة، والمعدة غفران بتلعب بيها بشكل جيد. عبير عثمان ارسال قوي، استقبال، كرة بترجع تاني، تترفع، وصارة، وحائط صد، بترجع تاني برضو الكورة، وابتدى يبقى الكورة رايحة جاية، وآية بتسقط كورة زي الكور اللي اتسقطت قبل كده، وشايف غفران بن سلطان وقعت على كتفها، كانت بتحاول على الكورة اهي، ولكن بعيدة وصعبة. 8 الأهلي، 6 قرطاج، في شوط رابع متميز. فيتا عمال يتكلم مع اللعيبة عن الكور التبات واللي تتحط شمال ويمين برست الايد،
خلاص حائط الصد قافل وفي تركيز مكثف من لاعبات الاهلي. ما قداموش غير ان هو يحط لا اما تبات لا اما كور سوفت من اعلى البلوك. طارق امين ارسال قوي استقبال كرة بتترفع ترجع تاني تتحط قوية بتتحط بتدفع ولكن ديفنس جيد وبترجع تاني وكرة بتتشاط في عزم خلود جناني طبعا حط كرة بشكل جيد جدا ارسال قوي استقبال من سارة الكرة بتتحط تاني من ستة قوية من آية برافو يا آية برافو يا آية بيلعب بيها الكابتن حمدي من ستة ومن واحد بشكل جميل جدا كرة سريعة مش متوقعة حاط الصد خالص شوطها مروه ثمانيه قرطاج تسعه الاهلي خلود جناني ارسال قوي وكره بترجع تاني عايزه تتبلد رجعت تاني الكوره حط وحط صد قوي مكون من مروه ابو غنامي خدت كوره كويسه وخدت بلوك كويس ومريم بريك تسعة تسعة خلود جناني ضغطة بالإرسال كرة بترجع تاني هترفعها في أربعة ليوريا بتحطها من أربعة في ستة بس خارج الملعب استقبال وكورة ومريم بريك بتشوط كورة قوية اتحط الصد وخارج الملعب عشرة عشرة كانت مريم هي اللي بتدي الثقة ليوريا ان هي تلعب غريبة جدا ارسال خارج الملعب من مروة بوغنامي ماشيين الشوط الرابع كورة كورة نفرق شوية بإرسالات كاترين إرسال قوي خارج الملعب ثالث إرسال يضيع من هنا ومن هنا مريم بريك إرسال استقبال كرة بتترفع سريعة بتشوطها فريدة بقوة ولكن قصيرة اهي مش واخدة فيها براحة عايزة الكرة تطلع تبقى اعلى من كده شوية كمان ارسال قوي استقبال وآية المتألقة بتشوط كرة برافو يا آية 12 12 فريدة العسقلاني استقبال كرة بتترفع ويوريا بتشوط كرة قوية أول كرة نشوفها ليوريا الأوكرانية حطها بقوة 13 قرطاج 12 الأهلي طويلة ارسال في الشبكة أخطأها كتيرة في الملعب آية
الكوره ارسال اي احنا بنستناه ارسال مميز وقوي. نمشي نقطة نقطة. ما اعتقدش ان هو يبقى مناسب. ارسال كرة بتترفع. وآية بتشوف كرة قوية جدا. بيتحط الصد وداخل الملعب. اربعتاشر اربعتاشر. ارسال استقبال الكرة بتترفع من غفران وبترجع تاني مزنوقة وبترجع تاني الكرة بتتحط صوابع في الملعب معدية كده وخلود بتشوط كرة قوية ولكن خارج الملعب ما رجعت لهاش سيطاهم الثبات. بعيدة خارج الملعب نقطة طبعا وشايفين الجمهور ياه مضيعين لغاية دلوقتي أربع خمس إرسالات. إحنا محتاجين الإرسالات دي علشان نقدر ننهي الشوط بنجاح. غفران إرسال جيد استقبال ابتدى الكرة تاني ترجع وكاترين المتميزة كرة أوت السيستم جاية من ورا كده مرفوعة أي حاجة شاططها بشكل جيد جدا. الكور البايظة دي عشان تتضرب في الملعب ويبقى فيها كنترول وهي جاية من وراها وتلف تحطها في الخط دي محتاجة لعيبة متميزة أهي وهي فعلا متميزة. ومين اللي طالع لها بلوك؟ دي مريم بريك تعتبر طولها وجنبها عالي وبلوكها جيد. برافو يا مريم. سادة اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة كلهم متواجدين في المقصورة الرئيسية. كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره شايفين مشهد جميل جدا عرس كروي داخل الصالة المغطاه بالنادي الاهلي جماهير ومحبي ومشجعي الكره الطائره والعاب الصالات موجودين وكوره وبتترفع وعدت الكوره وبترجع تاني وبتترفع وبتتحط بليس وبرده لسه في رجوع ترجع تاني الكرة بتتشاط بقوة من كتري كورتين عملوا فارق في وقت قاتل اهي سيطاهم بشكل جيد جدا. برافو يا كتري عملت فارق ده اللي احنا بنتكلم فيه. مريم استقبال كرة بتترفع مريم بريك بتحط كرة قوية خارج الملعب الضغط ضغط جيد جدا. خدوا بالكوا البوزيشن اللي واقفين فيه فريق قرطاج المعدة بتبقى في واحد أضعف خط عنده. ليه؟ عنده مريم بريك بتبقى واقفة في مركز أربعة وهي مش على عدلتها الكرة وهي شغلة. عنده خلود جناني موجودة في مركز اتنين لو لاحظنا الشوط اللي فات واللي قبله اتسحب عليه في البوزيشن ده اكتر من كورة وما عندوش حلول فيه. فانا شايف ان هو طلب تايم اوت علشان يتكلم هيعمل ايه. هنشوف ارسال مريم طبعا متميز استقبال وكورة وهو ده الفارق نقطتين كاترين بتضغط عليه وكده بقى اربع نقط
ما لهاش حاجه، غفران بعيده عنها خالص. كوره انسايد من مريم على الاوكرانيه يوليا، شافها متاخر جدا، بيغيرها في وقت قاتل وبيحاول ان هو يشجعها عشان هيحتاجها تاني. ما قداموش غير سيرين، نزل سيرين استقبلت وكره ايه، ولكن بعد ايه، بعد فوات الاوان، حائط صد قوي من فريده العسقلاني المتميزه. مفيش قدامه حاجه. مروه وشايف فرحه الجهاز الفني، وشايف طبعا الفارق اتعمل الحمد لله. الكره بتترفع ومريم بريك بتحطها برست الايد، ومريم متولي نازله تجيب الكوره، وتالت كوره كاترين بتخلصها في وقت قاتل جدا. 22 النادي الاهلي، 15 نادي قرطاج. كاترين متميزه، عملت فارق بشكل غير طبيعي داخل الملعب في ثلاث كور، ولا دي رابع كوره وهي واقفه على الشبكه بتخلصها بقوه. مريم ارسال قوي واستقبال من فاطمه خاطئ، بترجع تاني، كره بترجع واستقبال وكره سريعه قويه وتفنس اجمل، وبترجع تاني الكره بتعدي. واعتقد ان برضو كاترين المتميزه بتخلص وبترجع تاني، وحائط صد من فريده متميز، ولكن ويليام كينفا مش عارف قال ايه، اعتقد ان هي ما فيهاش حاجه. 23 النادي الاهلي، 15 قرطاج، وارسال قوي تاني على فاطمه، وكوره بترجع، ويوريا اللي رجعها تاني بتعدي كوره سهله، وكاترين المتالقه وكوره قويه و حائط صد اقوى، وبترجع تاني الكوره من هنا ومن هنا، وحسبها 16 قرطاج معديه فعلا. خلود ارسال قوي، كره بتترفع، وايه بتسقط كوره، ولكن حائط الصد متميز. سادة أعضاء مجلس الإدارة، وإرسال قوي، بترجع تاني باستقبالية كده غير موفقة. بونافيتا بيحاول إن هو يدفع بأي أوراق ليه، سواء من خلال سيرين أو نور الهدى عثماني، علشان يقدر يقوي هجومه على الشبكة. طبعا اللي أثر فيه تأثير سلبي جدا استقبالات الأوكرانية في الشوط الثاني والثالث والرابع، فطن للموضوع ده بشكل متأخر جدا. بنزول نور الهدى مكانها ورجعها تاني على الشبكة. خلود جناني على الإرسال، إرسال قوي، وكاترين، وكرة بتتشاط من مركز 6 من آية خارج الملعب. خلود جناني ارسال قوي، استقبال، بترفعها لكاترين،
بتحطها بريست ايديها بشكل جيد وكوره يوريا بتشوطها وتفنت اجمل من ايه ترجع تاني لكاترين. وكاترين المتميزه في خامس كوره ليها فتحت وعملت الفارق في الشوط الرابع. برافو عليك يا كاترين. نقطه وتفصلنا عن الشوط الرابع واللقاء ما بين النادي الاهلي وقرطاج التونسي. ارسال قوي واستقبال وكره بتترفع وكره ضاعت من امينه منصور لتنهي الشوط الرابع 25-19 25-21 25-15 25-11. مشاهدينا الف الف مبروك للنادي الاهلي فوزه في بطولة افريقيا وتدويجه بالنجمة العاشرة. بنقول الف الف مبروك ومزيد من التقدم ان شاء الله. شكرا. والاستوديو التحليلي الكابتن خالد العوضي وكباتن مصر الكابتن انجي حمدي والكابتن ساره والكابتن يوسف. شكرا والى اللقاء.